تمكن أفراد الفصيلة الثالثة لأمن الطرقات بوادر هيو التابعة للسرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بغليزان أثناء تنفيذ خدمة خارجية متمثلة في شرطة المرور بالسد الثابت للدرك الوطني بوادر هيو بالطريق السيار شرق غرب بعد مراقبة وتفتيش جرار طريقي بمقطورة قادمة من إحدى ولايات الغرب الجزائري. تم حجز كمية مقدرة ب 51840 عبوة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع بدون رخصة بقيمة مالية تفوق 300 مليون سنتيم. وتنفيذا لتعليمات النيابة تم إنجاز محضر قضائي مع حجز السلعة وتسليمها إلى مفتشيات أملاك الدولة بودر